من نهار الاثنين في العشيه وحنا كنسمعوا الاخ عدنان المختفي هنا ما بارطاجيو فيسبوك انستغرام في الواتساب ولكن ما كاين حتى شي نتيجه. حتى البارح في مع شي جوج ديال الليل الوحده ونص عرفنا باللي جبروا الجثه ديالها فينا مقتوله مقطعه. انا البارح مع شي 10 ديال الليل كنت كنتمشى قلت من هنايا ما كنشوف لا ريحه لا حتى شي حاجه، هذه يمكن ما رديتش بالي يمكن كذا، وهذا الشيء هذا يمكن اسباب ديالو طنجه عامره بنات ذكورا صغار في السن مراهقه ما كاينش اللي يراقبهم ما كاين اللي والو. بنتي مسكينه سمعتها في الفيسبوك ايوا من بعد متبعه بنتي ديك الساعه قالت لي ماما على الصباح بكري قالت لي ماما راه جبروه راه مسي مسكين مقتول. وش غنقول لك من الصباح حنا السبعه الصباح حنا فايقين لا اله الا الله وصافي. ومن بعد جيت بيدي باش نشوف هذا الشيء هذا من حكم الاخ ديالي صحفي مصطفى بن شريف راه معروف راه ماتنيت في هاد كورونا لا اله الا الله. فهمتي ديك حب الاستطلاع ديالي جيت باش نشوف هاد الشيء هذا ومتبعه كنشوف حتى حنا عندنا وليداتنا وعندنا الاحفاد ديالنا وعندنا العائله ديالنا هادشي ما نبغيوهش هنايا ناس طنجه كاملين هادشي ما مولفيناهش فهمتي كلشي. اش غنقول لك مشيت لهي كنجبر تبارك الله كلشي من الضامن كلشي ما باغيش هاد المصيبه هادي لا اله الا الله وصافي.